حيت اول مره كنشاهد الفيلم ديال الحاجات اللي غادي يكون ان شاء الله في ابارتير دو 8 نوفمبر في السينما. لعبت الدور ديال ساميه اللي هي لا نيس خالتي هي سعاد حسن اللي هي الحاجه خديجه. في الدور هذا لعبت واحد الدور ديال واحد السيده اللي يعني حاقده على شنو واقع في هذا المجتمع وباغا نعاون الحاجات باش حنا ناخذوا حقنا بيدينا كيف تيقولوا. كان معايا في البطوله زعما مومو اللي هو اسمه محمد بوصفيحه. هذا الفيلم هذا عجبني بزاف لان الفكره فاش اقترحها عليا محمد اشاور عجبتني بزاف لان فيلم كوميدي فيلم بركه من الدراما بركه من البكاء بركه من شي حوايج اللي يعني حنا عندنا المغرب خصنا نطلعوا به ونطلعوا بالناس اللي ديالو. يافي دي بيلز ايماج في هذا الفيلم يعني فيلم اللي كيضحك وكنضحكوا طول الفيلم كامل وكاين داك سسبانس كاين حوايج زوينين وكنبينوا الدار البيضاء بطريقه اخرى. دونك تنصح به الناس يجيو يشوفوا هذا الفيلم ابارتير دو 8 نوفمبر. اوقات التصوير لا فيغيتي داز كلها بالضحك ويعني ما نقدرش نقول لك دوزنا وقيته زوينه ما حسيناش بداك داك لو ستريس ما حسيناش بهذا باسكو ديجا سمع من اشاور قبل ما نبداو الفيلم كان دار لينا واحد هذا جاتني سي تري امبورطون دون ان فيلم سيتادير كو فاش قبل ما نبداو الفيلم جمعنا كاملين واحد 3-4 جوغ ودانا لواحد البلاصه بعيده على كازا وبتنا في هذاك اون فادير لوبرج اللي ولا اون فادير ان اوتيل اي اون ميم طون تعرفنا على بعضياتنا تعشينا تغدينا قرينا لو سيناريو دار لينا دي زيكزيرسيس باش نكونوا قراب بعضياتنا باش في الوقت ديال لو جو ما نكونوش يعني حشمانين ولا يعني بحال اللي دار لينا داك كونفيونس ان سوا وفي نفس الوقت باش نتعرفوا على بعضياتنا اي كم سا باش النهار ديال لو جور جي ديال الفيلم كنا طبيعيين. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.